زي الطشه اللي بعملها بالظبط للملوخيه، تومه ناعمه، كزبره خضراء، ورقتين نعناع، وبعد كده بحمر التوم مع الكزبره وبنزل بيه طبعا على البطاطس. نيجي نشوف مع بعض الشوربه بتاعتنا وصلت لفين. الله، البطاطس اهيت مستويه مع الجزر مع البصل مع التوم، يا جماله. طب يا شيف، معقوله هتضربها في الخلاط وهي سخنه كده؟ ينفع؟ ما ينفعش، يبوظ الخلاط. ما احنا بنقول بنعمل اكل اقتصادي، نيجي نبوظ الدنيا؟ لا، نعمل ايه يا شيف؟ هنجيب حاجه كده ونفضيها ونضيف شويه ميه باردين طبعا للشوربه بتاعتنا اهيت. الله، خلي دي كده على جنب، نجيب حله تانية اهيت، نجيب نزود دي شويه ميه. معانا اتصال؟ السلام عليكم. الاخت ام عبد الله من دمياط. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. ايوه، انا اجابه السؤال. نعم، اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. الزيت الزيتون، انا عندنا زيت زيتون يعني بجيبه من سوى من العصارات نفسها. لما اجيبه استعمله كده على طول ولا يعني بتعمل فيه حاجه ثانيه؟ بتجيبي زيت الزيتون من عند العطار؟ من لا، بجيبه هنا، بنجيبه من يعني اللي بيعصروا الزيتون. اللي بيعصروا الزيتون ذاتهم يعني. كويس، انا انصحك لما تجيبي زيت الزيتون، بالنسبه لزيت الزيتون لازم نتاكد من المنتج ان ما فيهوش غش اولا، ونجيب الزيت الزيتون الرايق اللي ما فيهوش شوايب، اللي متصفي كويس. نجيب زيت الزيتون اللي ما فيهوش شوايب واللي متصفي كويس. ايوه، ده لازم، عشان زيت الزيتون دلوقتي يعني في انواع منه كتيره في السوق. ايوه، خلي بالنا. ايوه، سؤال حلقتني النهارده والاجابه عليه. انا اقول زي ما انا بجربه يعني، انا بحطها في ميه عاديه جدا، لا لو حطيت لها ملح او خل او اي حاجه بتكتسب هي الطعم ده، فهاجي اطبخها بعد كده ما اعرفش اطبخها. انا بحطها في ميه عاديه جدا وبحطها في الثلاجه. كويس. وبقول لحضرتك الميه المغليه اللي حضرتك حطيتها للرز بشعريه، وحطيت الحبهان، حضرتك يعني حطيت الحبهان في زيت وحطيت الميه ولا ازاي؟ لا، الميه بتغلى على النار. بص، بعد سالت سؤال مهم جدا وانا كنت متذكر ان انا اقوله. الحبهان علشان استفيد بيه واخد التست بتاعه لازم يغلي في الميه فتره طويله. فانا قبل بدايه الحلقه حطيت حله على النار وفيها حبهان بيغلي مع معلش، انا فتحت الاكل برنامج شغال. علشان تغلي الميه واخد التست بتاع الحبهان. لما تيجي تدوق الرز دلوقتي معانا وتدوقه هنلاقي فيه ريحه الطعم بتاع الحبهان والقرفه الخشب والورق بتاع اللورا اللي موجود مع الرز. ماشي. فلازم الحبهان يغلي في النار فتره طويله. طيب ماشي، جزاك الله خير. معانا الاخت ام احمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا. اولا بشكر البرنامج جدا وبشكر الشيخ محمد حسان، الله يجزيه الخير يا رب ويبارك لنا. امين يا رب العالمين. الله يبارك. اللهم امين، فاجعله في ميزان حسناته يا رب. اجابتي السؤال، اتفضلي، ان انا بقطع البطاطس وبقوم جايبه كتله الثلج وحطها على الميه وحاطه فيها البطاطس، واقوم حاطه فيها شويه ملح، شويه ثلج، كتلة تلج احطها في الميه واحط فيها البطاطس واقوم جايبه شويه ملح وليمونه واقوم سايباها في قلب الثلاجه. كويس. طب تتابع معايا اخر الحلقه ونشوف شوف الاجابه. حلقتنا النهارده ايه؟ حلقتنا النهارده عندنا رز بالشعريه وعندنا لحمه بالبطاطس بالصلصه بالدمعة يعني وعندنا سلطه بالبطاطس المشويه وعندنا كمان شوربه كريمه بالبطاطس بالحليب. كويس، تابع معايا البرنامج لاخر الحلقه ونشوف الاجابه بتاعت السؤال. انا شايف دلوقتي الشوربه معانا اهيت على النار، هنضربها في الخلاط كده. الشوربه دي خطيره. عندنا الشوربه اهيت، برجعها للحله كده نشوفها اهيت، عشان انا جبت الحله دي عشان نشوفها مع بعض بعد ما تطفي الخلاط. الله، شايفين الشوربه وجمالها؟
عندي الحليب والكريمة، شوية حليب، شوية كريمة لباني، وهتبلها بشوية فلفل أبيض وشوية ملح. في المضرب كده بضربها بالراحة. الشوربة دي خطيرة جميلة جدا، الأطفال هيحبوها، وفيها قيمة غذائية عالية جدا. يا ريت الكاميرا تجيبها. شايفين الحليب والكريمة مع الجزر، هسيبه يغلي على النار كده غلوة واحدة بس، هتبلها شوية ملح وشوية فلفل أبيض، الفلفل الأبيض، وأسيبه يغلي على النار كده غلوة صغيرة، ودي جاهزة عندي كده. الشوربة خالصة زي الفل. الله. وعندي اليخنة البطاطس جاهزة يا جماله. نوسع كده عشان نغرف الأكل بتاعنا، عشان الضيوف قربوا يجوا علينا. نوسع. بجيب طبقين. الطبق ده هنغرف فيه الرز. الله الله، ريحة الحبهان، الشغل الجامد ده. شوف الرز بالشعرية، فايدة ان انا اضيف الزبدة كده واقلبها مع الرز، بتدي للرز بتاعي لمعة وتست عالي مش قادر اقاوم، صدقوني ريحة جامدة اوي وطعمه جميل جدا. رز بالشعرية، عندنا الشعرية وعندنا الرز خير كتير في البيت، وعملت طبق رز بالشعرية جميل بالشكل ده. الله، خليه كده، يا ريت الكاميرا تجيبه لنا. الجرنشة بتاعته حاجة كده ايه سريعة، نعمل ايه حاجة كده قرن فلفل مع كرنش طماطم. طبعا الجرنشة مهمة جدا في الأكل بتاعنا، مفيدة جدا، لأن طبعا احنا اتفقنا إن العين بتاكل، ونهتم بموضوع الجرنشة بالذات. حاجة بسيطة خالص اهيت، ادى بشكل جميل. طيب نيجي نغرف في طبق الشوربة. الشوربة جاهزة. الله، الشوربة خطيرة موجودة عندنا اهيت. هنغرفها في الطبق الجميل ده. شايفين الشوربة دي الأطفال يحبوها، ليه بقى؟ خفيفة، بطاطس وحليب وكريمة. الله، شايفين الجمال، شايفين الجمال، جميلة جدا. وعلى فكرة أنا حطيت الشوربة في الطاسة اللي أنا حمرت فيها الكزبرة مع التوم، إدى التست عالي أوي. ما هو المطبخ ده شطارة ونفس، حاجة كده لازم أكون أنا إيه لماح في المطبخ وعارف أنا بعمل إيه. الشوربة كلها أحطها كده على قد الطاسة. الله، شايفين الشوربة. عندنا الطبق بقى الجامد قوي كمان، اللي يخنة البطاطس. يخنة البطاطس هنغرفها في حاجة جميلة عندنا هنا كده. طبعا هنغرف على قد الضيوف، ممكن البطاطس دي تقعد معانا يوم اتنين. الله، شايفين الجمال، حتى الطبق طبق اقتصادي جميل وصغير، مش هنملى الطبق جامد. البطاطس مع اللحمة، شايفين الجمال. في اكتر من كده اقتصادي، يخنة البطاطس او بطاطس بالدمعة، يا ريت الكاميرا تجيبها كده. وعندنا شوربة البطاطس باللبن والجزر والكريمة، وعندنا سلطة البطاطس المشوية زي ما شفناها مع بعض، طريقة سهلة والناس اللي بتعمل دايت والأطفال. وعندنا الرز بالشعرية وأضفنا له إيه؟